بين هذا اللي مبتنيه وحدتنا به وذاك نشاف الدوار تبنى الدنيا ما كمل تصاف وصاف. تحية طيبة مشاهدينا الأكارم المشاهدين تحية طيبة مشاهدينا الأكارم مشاهدي قناة المدينة الإعلامية أينما كنتم، نرحب بكم في بداية حلقة جديدة، الحلقة الثانية من الدور الأول من برنامج الأديب. في هذه الحلقة أرحب بداية بمنتج البرنامج الأديب والناقد محمد لمين والأحمد دية، رئيس منتدى الآداب الوطنية. أهلا وسهلا، مرحبا بك الناقد. أرحب كذلك بالمتسابقين وبالجمهور الحاضر معنا الليلة، وأرحب بضيف الأديب الليلة الإعلامي والأستاذ الدادة محمد لمين السالك. إذن في هذه الحلقة مشاهدي الأكارم، كيف ما عودناكم خلال البرنامج دائما مع المدح والمديح النبوي من أهم أغراض لغنى الحساني، لأنه يتعلق بمدح خير البرية صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو الغرض اللي تقدر تجتمع عليه الجماعة كاملة مختلف أعمارها به اللي ما يثار بالجماعة. إذن بداية مع فقرة مديحية، المدينة بك زيانت وزدانت، بركت وزدانت، وطرات رواية ما كانت من يوم مجيك لها الساعي، ونشدت لك مارت ما كانت مقامك يا خير داعي، طلع البدر علينا من ذنيات الوداعي، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أولى وصلات المديحية في هذه الحلقة. قوم انا مريبه غريبه
بس من حي الموبيل تبقى بس من حي الموبيل لا إله إلا الله رسول الصادق دليل يلي مولانا ذات عطا الدين ومدع موجد خير العم الحمد لله كفر الحاهي صار شكرا للفرقة المديحية اللي لها تم حاضرة معنا طيلة هذا البرنامج في هذا الشهر إن شاء الله تعالى. ونذكر بجوائز برنامج لديب، الجائزة الأولى اللي هي يحصل عليها لقب لديب عبارة عن 500 ألف أوقية، والجائزة الثانية وصيف الأديب مبلغ 300 ألف أوقية، والجائزة الثالثة 200 ألف أوقية. ودرك لي نبقاو مع كلمة منتج البرنامج والناقد محمد لبن والأحمد دية. حياك الله زميل آية، وشاكر محيي جماهير مسابقة لديب ومشاهدي قناة المدينة الإعلامية، أتمنى لهم إن شاء الله الصوم مقبول ومأجور إن شاء الله. نختار فقط نشير عن طبيعة السباق، هي نفس طبيعة السباق في الحلقة الماضية، دور الحلقة الأولى من هذا الدور، من الدور الأول. القاف اللي هو قاف التطلع اللي جاء في الإعلان أصلا هو تحديد المستوى، غير فهم طلعة هي اللي لا تحكم. نشير وتوف هون نختار فمشي نختار نشير عليه هو اللي قال له الانضباط المسابقاتي، هو الانضباط قاع في كل شيء، الانضباط الوظيفي والانضباط الحزبي والانضباط مسابقاتي منه عن فترة فيها قيد التحكيم، مثلا تحكيم النصوص جاري، كيف الفترة ما بين الحلقة الماضية وهذه الحلقة، هذه الفترة المتسابقين ما يلا يكتبوا شيء عن نصوصهم
على صفحاتهم على الفيسبوك. بلهذا فيه تشويش على الناقد، وناقد هنا لا قاضي. وقضية شور العدالة تعرف عنها ما الله، حد يشد أخبارها به اللي فيد العدالة. حتى ملي نص فيد التحكيم ما يالله يشوش عليه، وإن كان التشويش عليه ما هو لا يغير شيء، ما هو لا يغير شيء سوشن. فقط ما يلعب لا يغير شيء، لا يضر ولا يضر المتسابق، بل هذا ما هو انضباط. حج المسابقة يعرف عنه جاي المسابقة معاه مغنين يدعود وأغنى منه، ما هو جاي عنه توف رجاج قاع عاجب أغناه، وبالنسبة له فوق النقد لا يجي قاع المسابقة يقعد في بلو توف ما لا يقول له حد شيء. إن شاء الله لما نرصفوا على طيور لا أصدار وفيسبوك ما من الناس قاعد يعلق على الغنى في انتاج الناس وصفحاته، ما نعلقوا عليه بهذه ذاك ما من الاخلاق. غير مسابقه جايه متسابق خاطره بين مسابقات كامل، معناه انه جاي شاف فيها شيء هو جايبه، ذاك شاف فيها شنو؟ شنو قالوا الشفافيه والتجرد، خالق لا التجرد. كل حد نعرف عن كل حد غالي، ونعرف عن كل متسابق يبغوه اهله وعنه بهله وعنه باصحابه باصدقائه، لا يختير ويطيح هذا ما هو فايتنا قطعا. غير ملي هذه مسابقه وعندها طبيعتها وعندها كراهاتها، نختار متسابقين يتفهموها كاملين، وحد منهم اذا ما هم تفهموا والله ما يقدر يتقبل، والله ما عنده روح رياضيه مسابقه قاع لا يجيها اصلا. هذا فقط هاي رساله، نختار متسابقين كاملين يفهموها ويجوا يعرفوا عنهم قد يطلعوا وقد يطيحوا، غير ملي ما هم لا ينظلموا. الوحيد الشيء الوحيد اللي نتعهد به عن ما لا ينظلم حد، غير ملي ما نتعهد الحد عنه لا يطلع ولا نتصل ملي بحد عنه يشارك المسابقة لعل تعود ذم، لعل يشك عن ذم منا عليا عني نطلب. هذا فقط اخترت نقول لكم وتحسوا به، ومتمني التوفيق ان شاء الله للمتسابقين كامل. شكرا للهديب ومنتج البرنامج الناقد محمد لمين والأحمد دية على هذه الكلمة. والآن له أدعو المتسابقين، وأبدأ بالمتسابق الأول الليلة عمر والمحمد. عمر ياك لباس يتعرف براسك؟ قال عمر محمد، ان شاء الله عرفت بي. برنامج الهديب يعني لي الكثير. برنامج حديني تعريف لا هي قط شاركت سابق ذا؟ والله قط عدت بسهمي في بالداعي الجيل، رايت ناقد ان شاء الله هو الحقيقي. تاريخ محل ميلاد ناقد بالداعي الجيل هو اللي جابني هون برنامج الهديب هامل، ان شاء الله عدت بسهمي فيه زاد. تقول ان التاريخ ومحل الميلاد؟ تاريخ محل ميلاد نواكشوط 1990. زين، وتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام. راني محيي طاقم برنامج الهديب، ومحيي الناقد، ومحيي الجمهور. طلع عمر تجران البرنامج علمت به لا الياسر. غير ما بما اني ما نختار السهم من الناقد يبقى لا بدري من شاركته. بسم الله. طلعت تقول نبينا طاهر معجزات ربه واصطفاه بدايات تو منين من اللي سنتيتو بالمديح، انا لا بد اني سنتي معكم به. نبينا طاهر معجزات ربه واصطفاه بدايات زكى خلقه فيات اخرات وثبت عنه الشارح صدره وزكى صدقه وزكى شيات شفناهم بالذكر نذكره. وانا سابق ما اهتفتات نمشي عن شيء ذا قد اجره عمري فاني في اللي نشي مدح الرسول الشكر هو مدح وقاع شبشي في منادم عمره. صلى الله عليه وسلم. تفضل استاذ. على سيدنا محمد. عمر محمد حياك الله. حياكم الله. شاكرك على هذه الثقه. هذا النقد المتواضع اللي ميزته الداع انه بعد ظلمه وخالق لا هي ميزته، ما في ميزه قاع اكبر من قدها. يكون عن الظلم بعد ان شاء الله تعالى ما يخلق. شاكرك ونعمل مبتدأ الليلة عنك أول متسابق في هذه الحلقة، وعنها كيف بدأت بالمديح الشعبي حتى مدي مقد السباق بدأت بغرض المديح النبوي، وهذا اللي يدل عن حلقة الليلة عنها ليت ود حلقة متميزة. نبينا طاهر معجزات ربه واصطفاه بليات وزكى خلقه فيات خرات وثبت عنه شارح صدره. هذا زين كامل وملس وفيه إحالات للقرآن طبعا. زكى خلقه
ضيات أخرات، إنك على خلق عظيم وثبت عنه شارح صدره ولم نشرح لك صدرك، وزك صدقه وما ينطق عن الهوى، وزك الشيات شفناهم في الذكر نذكره، لكن نختارك لين جبت نذكره، نذكره وعد الأذن ما يوعد العين، بينما شفناهم وعد العين ما يوعد الأذن. شفناهم في الذكر نذكره، وأنا سابق ما هي تفتات، نمشي عن الشيء اللي قد تجرو، عمري فاني في اللي نمشي من مدح الرسول وشكره. كنت نختارك لين بديت باسمه قبيل طه، لا تم التزم بذاك، انت قلت عنه طه، انت عرفته قبيل طه بالتزم به غير بعد. نقول لك عن طلعه، هو مدحه قاعد شبه شي ابن فيها منادم عمره، قعدت تطلع على شيء ما شاء الله، قاعد ما كان قال ليش تقد عليه باللي مديح النبوي مداه ملا يقول له شيء قاعد عليه. لقيت طلعه ملسة وزينه ولا مقلل هالمحته، يقير ذم 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 شيات عياوه الكثرة الاخبار، اللي نقول لك كثرة الاخبار معناها البديه اللي منه لزوم ما لا يلزم، اللي هو ذيك صدره زين ذيك قبيل تعود للزوم الدال اللي سابق الراه تحاول عنك تم مرتبط به. كيف حد رعاني، حد بغاني نرعى المقاد في باغيون زوز المعتاد، حد كرهني انه نبعاد على حاله ما هي غجرة، بيت القصيد هون غجرة. الحركة اللي سابق الراء هي سكون الجيم، احتفظ به صاحب الطلعة اللي هو العلامة محمد الأحمد جرى. مواسل مواسيني زاد ريحة حجرة، ريحة حجرة. شفت هذا النوع لزومه ما لا يلزم، ما لا يلزم معناها انه ما هو واجب، حد ما عدله يا غير بعد يدل مولي على العتنة. كيف عندك قلت مختال دادا يحمد دقوم الناس اليوم زقلت مودع للقيوم، زعيم الحكم والعلوم آكل حلال المشاكل. شوف آكل اللي هم ثلاث حروف آ والكاف واللام، الهمزة والكاف واللام، آكل حلال المشاكل. والدين وراه أصبح مذلوم والموت بذا كامل عاكل، وإحنا عديناك من القوم وعرف عما أكل بالصوم اليوم عليه اللوم، وانت ما عندك شي شاكل، معلوم مدرك معلوم، ماكل بلو ما يتاكل، ويعياله لاكل لا تهمل باللاكل، وعلي من تاكل، وعرف يحمدو عنا كل لاكل وانتي من تاكل. موجبو لزومه ما لا يلزم، ازين قبيل نعت للعتنة اللي انت لكن قبيل التزمت بذاك، خصوصا في ذا النوع من الراوي. طلع ملسة مستقبلا دي ما هي تفتات وما هي رد، تم اللي انت ما لا بدرك منها، اللي انت ما لا بدرك منها تم خلي عنك. طلع ملسة وزينة وملاهم اللي ما شاء الله متخلط مع السيرة، متخلط اللي مع القرآن، حال ياسر من الآيات، وإن كان قاع حال القرآن كامل، وشاكرك حتى على هذا النص ومتمني لك التوفيق. متمنين التوفيق للمتسابق الأول معانا الليلة عمر والمحمد، وبما أنه بدأ معانا الليلة مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يزدان نحامره، اللي وحده يبني حلة ومن اللي جبيهة وخلة ولا تقدر تنسخها من اللي وخيار اللي قاعد تتكلم، واللي لسم الله تولى واستعلم ما قاعد تتعلم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. المتسابق الليلة الثاني معانا هو محمد لمين والشيخ أحمد. وذكر بجوائز برنامج الأديب، الجائزة الأولى مبلغ 500,000 فوقية، والجائزة الثانية مبلغ 300,000 فوقية، والجائزة الثالثة مبلغ 200,000 فوقية. ورحب بالمتسابق الثاني معنا الليلة في الحلقة الثانية من الدور الأول من برنامج الأديب، المتسابق محمد لمين والشيخ أحمد. هلا كيف لباس؟ متعرف براسك؟ محمد لمين الشيخ أحمد، من مواليد 95 عرفت. ذا؟ عرفت الميناء. تفضل. طلعة تقول. عفوا راسنا مات لو حاكمين شوية. ذاك دهر المشكات هو. لا
ذاك دهر المشكات وفاه بعد ذي عرفات ما ثلاث بلد للشرفة ولا ثلاث بلد للشريفات ذاك دهر المشكات وفاه بعد ذي عرفات ما ثلاث بلد للشرفة ولا ثلاث بلد للشريفات وسال دمع العينين لين عاد بارد بل بارد بل العينين وسال دمع العينين لين عاد بارد بل العينين ولا تلا في الدنيا شي زين حاكم الله الأعظم قفات كاتله محمد الأمين ذيك بعد النوبة لوفات. حياك الله محمد أمين الشيخ أحمد. شاكرك على المشاركة وعلى ثقتك في البرنامج. مرحبا. قلت ذاك دهر المشكات وفا ما له حق. حق بقى. ذاك دهر المشكات وفاح بعد ذي عرفات ما ثلاث بلد للشرفة ولا ثلاث بلد للشريفات. شفت ذاك دهر المشكات وفا تعدل الراوي عاد كيف شي كيف معروفة مثلا. فاهم وفا معناها عاد فم. الكلمة عاد كيف معروفة يلا الراوي معاه هون معاه هو الأحمر. يلا يعودوا والله هذا القاف يلا يعود هذه الشرفة اللي جبتون يلا تعود كي تقول مشروفة بدلا من الشرفة. فهمتوا عني والله ما فهمتوا معناها أوف لا كيف قلت المغني عاقب هذا من بقرة كان وجمل يستدر كان وش كان وش كان وش هون على وزن من يوش فهمتك ما تقدر توزنها مثلا بالترشة تركت تفهم عني القايل لك عقب هذا من بقره كان وجمل يستدر كان وش عرفني والوحش تعاقيب اضرو وذاري الحنوشه وحس طبل الحباره والذيب عن طبع الدنيا منفوشه انت هون انت هون هذا هون قايلوا لك من باب عن هذه وفهون ما وزنتها ما توزنها الشرفه هاك فهمتوا تعود تفطن لها بعض ها بعد هذا بعد ابو عمران هاي طلع ابو عمران قطعا موسيقيا وزنا ابو عمران لا شك ما ثلاث بلد للشرفه ولا ثلاث بلد للشريفات انت عرفت الشرفه قبيل تعرف الشريفات مثلا قلت للشرفه ما قلت للشرفه ما قلت انا ما ثلاث بلد للشرفه ياك تقول شريفات الين عرفت الشرفه عرفهم الشريفات هاك عود ذاك متناظر غير قاعد قبيل تقول لي شريفات قبيل بعض الشرفه اصلا تقول الشرفه بدلا من الشرفه سال دمع العينين لين عاد بارد بدل العينين زين 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 الصوره بعد صوره زينه حتى ولا تلف الدنيا شي زين حاكم الله الاعظم قفات اللي هي الدنيا كاتر محمد الامين ذيك بعد النوبه لوفات هذا بعد بعمران وانت تبان عندك لي تحكي لي طلع اخرى لك دعت عندك في غرض قلت نحكي نذكرها والله قال قاف ولا طلع في غرض في غرض قال قد نحكوته قاف طبعا طبعا شنو بتاع ما انا قلت ما قلت فقدو خليه شكرا لك ومتمني لك التوفيق يا مرحبا أتمنى التوفيق للمتسابق الثاني معال الليلة وأدعو المتسابق الثالث أحمد بابا محمد علي ولد الحسن أحمد بابا والمحمد علي ولد الحسن نتائج الحلقة الماضية الحلقة الأولى من الدور الأول إن شاء الله نعلن عنها في نهاية الحلقة اللي هي تأهلوا فيها ست متسابقين وليغادروا أربع متسابقين أدعو المتسابق الثالث الليلة أحمد بابا والمحمد علي وللحسن. أحمد بابا شحالك ياك لباس؟ شو ماسي؟ دار خير الحمد لله. لي تعرف براسك؟ أنا اسمي أحمد بابا محمد علي مواليد روسو 2002. تفضل. هو بالنسبة للمشاركات هاي مشاركتي الأولى. واخترت لدي بيلي معروف بالنقد زين ما شاء الله. ما وبالبدايه محيي ناقد ولدي المتميز احمد الامين الاحمديه الله يحييك حييكم انتم حيي الجمهور المشاركه تقول ناعت لك فصليه الملك ناعت لك فصليه الملك يلي حالي ما هو خافيك جود عليا
ما لخاطيك دافر ما تحت يدي سب دافر ما تحت يدي سب واغنيني عن ذاك وعن ذيك ما عندي سب للطلبة واصلح لي حالي الجواد ما عندي سب للسب ما نجبر يكون المراد هم المبروك تغلب. تفضل الناقد. حياك الله احمد بابا احمد علي الحسن. ملاحظ ان شاء الله طول السامي المتسابقين ان شاء الله طوال السامي ولعلك بعد وحدك طوال السامي ان شاء الله. شاكرك على هذا النص لنص التوحيد توسل الزين ناعت لك فصلية لمليك اللي حالي ما هو خاذيك جود علي ما لي خاطيك دافر ما تحت يدي سب واغنيني عن ذاك وعن ذيك ما عندي سب للطلبة عن ذيك أنا قلت مقدمة والله أنا قلت الناس اغنيني عن ذاك وعن ذيك ما عندي سب للطلبة واصلح لي حالي الجواد ما عندي سب للسب ما نجبر يكون المراد وفم المبروك تنضب. واضح عنك ان شاء الله تنعت مهارتك في الغنى من حيث عنك الدورة قصة التورية وقصة التلميح وقعدت له الطلعة غير فم ملاحظات نختار نقولهم لك مستقبلا. أنا نقد عندي نوعين وإذا عييت نقول خالق نقد فيه قواعد ما حدين يقولوا قاع النقد بلا قواعد قواعد وباء أنا حد كامله طاح المتسابق المسابقة نقد نقول له علاش مطلع مطالع عليه واحد نقد نقول له السبب قبال نطلع له ولين يطيح ملي نقد نقول له سبب نطيحه يقير خالق نقد عنده معايير ثابتة وخالق نقد انطباعي الانطباعي هو اللي تلود من الجيد الأجود عن الجيد تختل الأجود عن الجيد تختل الأحسن عن الحسن تختل الأفضل عن الفضيل لك فهمتوا أولا سب هذا الراوي ذا البال مشدة إلين يجي يبدأ يقبلها رقاج كراوي يلا يلا يحافظ عليها بينما ما فرص عليه إلين يقبض كيف الطالبة اللي قبضت اللي درت إلين يقبض الراوي الطالبة ما فرص عليها عنه يعدل لزوم ما لا يلزم يقد يقبض راوي طالبة مثلا يقير يقد يجيب الطربة لكن فهمتوا اللي هو المهم هو ذاك الباء اللي منصوب يقير معليش معليش عندك قاع طلعت والهدال عبد الرحمن الأمير عبد الرحمن عبد الرحمن من أنذب الله له يختار يجيب عبد إلين يقول عبد الرحمن للطالبة يعطيهم ماله بالطربة لا يقبض للطلبة زغبة وحسان خليه دكان ما يعرف يكسر للطلبة ولا يعرف اللي يعني الحسان هذا من باب ذا الراوي لملس بينما ذا الراوي الأحرش اللي قبضت أنت زين عندي قبيل وتقدم إن شاء الله تعدلها ظاهرة من ظاهر من طلع عنك تقدر تعدلها بكل أنت بشيء تعرض عضلاتك شورة البديع شورة التورية وشورة التلميح هذا من ناحية هاي ملاحظتي الأولى نختارك بيت تقول أغنينا عن ذاك وعن ذيك ما نختار لهم من الجب تم حافظ على 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 ذيك البال مشدة الملاحظة الثانية ما هي وعدتك وحدك هي عند الغرض إن قالوا التوحيد والله توسل غرض كامل اللي وعد الله الله العبد فيه خاطب الله سبحانه وتعالى يلا يبتعد فيه العبد عن ذي إن قالوا الترف اللفظي الترف اللفظي هاي قالوا التلميح والتورية نوع من الترف اللفظي هاي فهمتوا حد ما دي المولانا وفاصل ودافع انا هنو كي نقولوا نحن بعبارتنا نحن ما عنده وقت للجوغة انت تخاطب الله سبحانه وتعالى تورية شور المبروك وشور تنلبة هذا زين اذا كان الغرض غزل والله كان قطاع والله كان لك فهمتوا مثلا خالق كلمة ملي نختاركم تم تطرحوا لها البال خالق ذورين قالوا لكل مقام مقال لك رهوالكم ما هو لك ما هو حشو لكل مقام مقال حد يخاطب الله سبحانه وتعالى ومعترف بالذل ويعرف ذي اللي خاطب عنه ذو الملكوت وعنه ذو الجلال والإكرام ما الله يعود مثلا ما نجبر يكون المراد وصح لي حالي الجواد ما عندي سب للسب ما نجبر يكون المراد ويوري عقب ذاك ويلمح ذاك فهمتوا عني هذا ما هو ظهر طلعتك مثلا ما هو ظهر هذيك من حيث الغنى هي طلعة من الغنى قطعا ما قد حد يقول عنه ما طلع من الغنى غير فقط نختاركم ثم الشباب للغرض ان قالوا التوحيد والتوسل ثم تطرحوا البال للمخاطب راه مهم نفس الشيء المديح شاكرك حتى لا نعطيك مثال سابق نطلسك لا نعطيك مثال على غرض الغرض اللي قبضت
باب الجديه فيه. عندك يا ربي عبدك كان سرق ذنب شويه خف من برق وهرب عن خلقك واستدرق، عالم بيك انك عالم بيه ونشف استغفاره وعرق وندم فيه وقت تواسي لا تحرق القادر تحرق عبدك به منين ندم فيه. معناها هذا الغرض جيه الجديه تماما وجيه الخضوع لله سبحانه وتعالى، ما يجي ترف اللفظي. وشكرا بعد جزيلا لك على هذا النص، ياك لك هذه. اتمنى لك شكرا للمتسابق الثالث احمد بابا محمد علي وللحسن، وادعو المتسابق الاخير من الفوج الاول من المتسابقين المتسابق سيدي محمد والمحفوظ والبوقفاء. سيدي محمد والمحفوظ والبوقفاء بريد برنامج لديب وصلوه ياسر من الإشادات بالبرنامج اللي منها طلعت لديب السالم والندويس. برنامج لديب استمر باللي فيه عرفنا لا ضر تعين الحسود مظهر شفافي يتنقد بناء يستفاد الجاه ويجبر ذاك الخصم من الاستلماء فغناه ويبدأ يستثمر فغناه ويبرأ فيه الداء. شكرا للأديب السالم والندويس. متسابق الرابع الليلة، شحالك ياك لباس؟ ما شاء الله الحمد لله. تعرف براسك؟ الاسم سيدي محمد المحفوظ بوقفو، من مواليد 1998 البراكنة. أول شيء شاكرك أنت وشاكر لديب الناقد محمد ريم أحمد دية وشاكر الجمهور. وعندي طالعة من بوسوير نقول أنهم بوسوير قط قلتها له ونختار نعلها له لأنه باطي يستحق. تقول النقد لقنا عندي بعد أنا مشي مذالي لعد قايلها ريت لها مقصد ذاك لا ولا أحمد دية زيني لا تيقعد ينقد ويشاري بيد العربية والعصرية بها برد الأخلاق بطلعة زمنية يعلم مولانا عنه بعد أخباري فمداح بي ولد بقفه متعمد ومولي جابر دربية لقال إنك نقدك صافي وتشاري بيد العربية والنقد وعلمك ضافي بك النقد الأحمدي. المشاركة تقول للدهر اليوم بلا مفاد خلقوا عايش عاد بالأرداد والكذب وبتسوقي المراد والنفاق وكثرة الأحليح والصاحب فيه اللا قواد الخاسر ما هو بعد صليح حد يتم يقول السداد ولا يطايح ذاك الطايح حد يدور يتم الترفاد عن شي خاسر من شي صحيح يقول لا شي يجمعنا يسوى مقيول في لم بيطيح واللي باقي يهنى يهنى واللي يختار يطيح. شكرا. تفضل استاذ. شكرا جزيلا لك سيد محمد بوقفة. شكرا على اولا هذه الاشاده اللي ما استحقوها. تستحق. وشاكرك بعد لها حتى واللي كنت بعد هذه الاطراءات والاشادات مثلا تحركني عن شيء والله مولاها نطلعه قطع انك تطلع. يا غير توفى انا قبضت المذهب في النقد ولا هو قاع اللي جابكم كاملين لو ما قبضت ذاك المذهب الاخر. مشكور مشكور. شاكرك لي حتى وقارب لي رايي لك. طلعه في توجيه مولاها مشك حد عنه ما هو ما هو ما هو ما هو شاب في سنك انت. مش كانوا حد فات جرب ان شاء الله سنين. للدهر اليوم بلا مفاد شفت للدهر ما فيها تعاكل ولا حراج هاي نختارك تفهمها ما فيها حراج اللي فيه حراج هذا الدهر غير للدهر مثلا نعرف انك خايف من تجيب للدهر لا تعود غير للدهر سليمه ذي من ادم ذي الروح هذا سليم هذا كلام طبيعي غير هذا هذه الروح والله هذا من ادم ذاك ولي شوي قد يعود ما هو زين. الدهر اليوم بلا مفاد خلقه عايش عاد بالارداد والكذب وبتسوغي المراد والنفاق وكثرة الاحليح والصاحب فيه لا قواد الخاسر ما هو بعد الصليح حد يتم يقول السداد اشبه لون ذاك الطايح حد يدور يتم الترفاد عن شي خاسر من شي صحيح
زين عندي تجيب الصحيح بدل من صحيح. يقول اللاش يجمعنا هاك زين دعوة للوحدة والله يلتجمع القاسم المشترك يسوى مقيول في المبيطيح. زين عندي هذه يسوى مقيول في المبيطيح زين حتى يتابيت واللي باغي يهنا يهنا واللي يختار يطيح يطيح. ذم 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 شيء ما ولا يعد فايتك عنا كلين قلت خلقه عايش عاد بالأرداد الأرداد اللي هي سواغة اللي لا يتعقب تجيب انت وتسوغي المرات اللي هي الأرداد فاهم وكثرت لحليح هذا كامل اللي يصب كامل وفي صب واحد صح فيه لا قواد الخاسر. زين عندي قبيل قواد تقول لي قواد الخاسر شبه ذاك الاخر عنده دلالة اخرى فاهم عنه يقودك شو الخاسر بدل من يلا يعود يقودك شو الصالح لان قواد عنده معنى اخر وتقدر يعرف انت ودلالة وعده غير بعد ذاك شبه عندي هون تقول قواد الخاسر. ذم الصشي قعدت طلعة على قافه مثلا واللي باقي يهنا يهنا واللي يختار يطيح يطيح. شفت عاده ذا النوع ضرك اللي 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 لا يصلح يصلح واللي لا يخسر يخسر واللي لا يحيى يحيى واللي يختار يموت يموت واللي لا يبرد يبرد واللي لا يحمى يحمى. ها النوع دائما يقبض لا العكس يقبض للضاد يقبض ضد الكلمه لهنا مثلا ما ضد الطياح هاك فهمتوا اللي يبغي يهنا يهنا ما ضدها يطيح بينما يصلح ضده يخسر يحيى ضده يموت يبرد ضده يحمى فهمت ذاك زين فيك ذاك النوع هو اللي تم تتفطن له. على كل حال طلعه من التوجيه شن قالها ما كنت قاعد تحشيها حتى بمرادفات اخرى وبعبارات ومعاني اخرى ما هي مثلا متكرره في المضمون وان كانت ما هي متكرره في اللفظ هاك فهمتوا وانت مغني ومشرف فيكم اللي برنامج لذيذ ومتمني لك التوفيق. شكرا للاستاذ الناقد محمد لمين والاحمد دية. والان مشاهدي الكرام نصل لفقره ضيف لذيذ وضيفنا الليله هو الاعلامي الاديب ومؤلف كتاب من جماليات الشعر الحساني الاستاذ الددة محمد لمين السالك. الددة جماليات الأدب الحساني الشعر الحساني جمالياته حد لا يتكلم عنها لا يتكلم عن نطاق واسع به اللي هي ياسر جماليات الشعر الحساني ياسر. من ضمن ذيك الجماليات هو الإيجاز قاف من حويويس يقول رقاج فيه اللي ما يقدر يقوله في أقل من 10 أبيات من الشعر الفصيح. مثلا نزلت فلي لعلا بترى البلاد اللي ما راه تخرى هذا طرح ليد على البلاد وكون بلاد الله الأخرى كاملة الأرض بطولها وبعرضها عادة أخرى وعادة البلاد اللي معروفة لا هي البلاد الخاطي من ذاك ما هو بلاد قاع الخاطي من ذاك أخرى معناها شفت ذي ضرك دقة الاختيار دقتين قالوا فلاش الصورة اللقطة دقة اختيار اللفظ والتعبير اللي عبر ما تري قدر قاش عبر وراه نزلت فلي لعلى ترى البلاد اللي هي الأعلى ترى البلاد اللي مرات أخرى هذا أصلا مثال معروف مثال حساني عندنا ترى البلاد اللي مرات أخرى ينقال ذيك جبرت السحاب ذيك ما جبرت السحاب ذيك ما جبرت السحاب معناها معنية معني بلد بذاته هون هو يجعل البلاد كاملة العلب الخاطي منها من أرض الله الواسعة أخرى معناها أن جمالية الإيجاز جمالية رائعة وممتازة
أيضا فهم جمالية الصورة اللي أشرت على جزء منها في الرقاف، جمالية الصورة مختلف أنواعها، الصورة البانورامية اللي تفتح قدام الرقاج عالم من 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 الشخصيات، شخوص كذا 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 متحركة ولا يتحرك هو معها ذهنيا، وتحركه معها ذهنيا لا يخليه يعود يتعامل معها تعامل استثنائي نفسيا من الناحية النفسية. ما نبقي الواحد في الذات تكتني يمود الصفات، ما شفت خوي ما تقللات خريف على راس وريمة وغني مساحة لخويمات عند مليزم فيه شغيمة وكليبة تنبح وجديات وذويب يحاوت الغنيمة. شوف شخوص 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 هذه الطلعة، شوف صور انه هو جاب شخصية الخريف، خريف على رب الخيام اللي فارق عليهم الخريف، على راس وريمة زويرة البيضة اللي فارق عليها الربيع من الجهات كاملة وعليها الخيام. هذه الصورة هذو كلهم شخص ما ينصاب عنه في ذا المجال له. الغنيمة هي اللي لاه تعبر عن مبرر وجود هذو الخويمات اللي مبني على راسي الزوير. جديات هذه حالة نفسية يوقعوا فيها أهل الخيام عندي لين تروح الغنم به اللي لاه يقوموا جديات يصايحوا ويقوموا ولاه يتراضعوا ولاه يعود الذيب وهو شخصية بارزة في هذا المجال يتربص، ولكن قدامه شخصية ثانية أقوى منه هو الكلب اللي ينبح، الكلب اللي تنبح. معناها الشخص كاملين جابهم الشاعر في حالة متحركة، صورة بانورامية متكاملة. أشكر قناة المدينة اللي من بدايتها ما جعلتني براني، لا تمت لا كل مناسباتها نحضر لها ونستضاف فيها. أشكرها على هذه الثقة، هي ثقة قد لا أكون أهل لها ولكن نوع من معطى الله تبارك وتعالى وتوب من التسخير. وهي في الحقيقة قناة جيدة ومهنية ولا تفرق الجماعة. أنا يقدر أجد من لا يتابعها ولا يرى فيها شيء ما يقدر يتابعه هو وترك معه. معناها عنها قناة جيدة ومهنية. ختاما له نقول أن المفصول في ذا النوع من البرامج الأدبية في ذا المجال اللي ذا نبت حيويته اللي هو مجال الأدب الشعر الحساني. هذه البرامج مفصول منها مثلا ما تعدل فقط لا برامج موسمية، إنما تعود فهم ندوات وفهم نشاطات تعدل في هذا المجال لحماية الشعر الحساني وتطويره وجعله بيد الناس كاملة تستفاد منه، لأنه هو أدب رائع وراقي ومعبر عن الهاجس الوطني. مثلا النفسية الموريتانية هذا الشعر الحساني يعبر عنها نوع من التعبير حايد عن القياس. بالتالي ضروري الاهتمام بهذا النوع وحمايته. بقالي الصة أني نعتذر عن أني ما قديت نبطى معاكم اللي صحتي ما يسامحالي بياسر من ياسر من القعاد ومطاميتني هذه الحمى والقشوش الرويات ذي، وتسمحوا لي وتوف وشكرا جزيلا. شكرا لضيفنا الليلة الأستاذ والإعلامي البارز الأديب الددة محمد لمين السالك اللي شرفنا الليلة فقر الضيف الأديب. نتمنى له الشفاء التام على وجه الحياة إن شاء الله. ولهي نرجع لسباقنا الليلة
والمتسابق الخامس السالك والمحمد المختار وللفزاز. السالك والمحمد المختار والفزاز. السالك شحالك ياك لباس؟ ياك لباس ان شاء الله. تفضل تعرف براسك. اسمي محمد السالك والمحمد المختار والفزاز، مواليد 2001 في تجكجة. مشارك في الأديب أولا زين عندي. أول مرة؟ أول مرة. جاي ندور نستفاد منه. بلي حد جاي مسألتين يا رابحهم. لا يا إما جابرو رابح نقديا، يا إما طايح منه رابح نقد، نقد بناء. موجه تحية للناقد والأديب. المشاركة تقول عيات الناس تقول في قفاك كلام حسين، وعيات عفاك تقول كلام مشين لذاك كلام الناس ما يحكم به، وعيات تعود في زريك ومعاك الله اللي فيه مزارتك فيه، والفوق الفوق معاك وحذاك والتحت تحت الكلام تقفيه، واخير في حد جرب الناس وعود نبيه وعود وجيه الناس والحق اشكال وجناس وخيرها بعد الله النبي. تفضل استاذ. حياك الله. محمد ساري. محمد مختار البزاز. شاكرك على هاي الثقة. وراجو إن شاء الله عني نعود عنده. هذا مني النقد الاجتماعي هو غرضك في الليلة. ونصيحة بعد الأولى اللي يوجه لك عنك مستقبلا. لا تقدم المسابقات البت الكبير. أكذنتو إذا نعود ما فارضتك على المسابقة من راسها طالبته منك. لا تجيبونها لأنه أولا البت الكبير ما هو مضبوط القدعة، فيه نوع من الحرية شوي اللي ما هي مضبوطة. أكذنتو حلقة مومايتو هي اللي شوي متبعد. ما شاء الله باس بيك معاه ومحييك عليه، باس بيك معاه مستقبلا. حاولت عنك اللي تم مومي يا غير زين. عندك بيتك بضراوي حرش شوي، والبيت الكبير ما زين فيه السكون الميت والحي خلاط. سكون ميت والحي معناها شنو؟ اك سكون ميت مد الهمزه وسكون حي الكاف عليه السكون. هذا السكون حي. الراوي من اللي جبته العقرب جبتها به اي ذيك اليافم ميته سكونها ميت ولها سكونها حي، وهذا النوع ما هو زين في البيت الكبير. هذا اللي قال له مجموعة البيت الكبير حرشة جهة. كيف عندك مثلا يماتك بعض القتمة والله حرشة والله. راوي مثلا عود حرش، ما هو راوي بارد به لذاك يظلم. انت حاولت عنك تتبيدع في ذي الطلعة غير ظلمت راسك ببرود ساكنين، واحد ميت واحد حي، برد وطلعتك ما طلعتك لباس بيها وفيها المخ. عيات الناس تقول في قفاك كلام حسين، وعيات عفاك تقول كلام وشين لذاك كلام الناس ما يحكم به، وعيات تعود فازريك ومعاك اللي فيه مزارتك فيه، والفوق الفوق معاك وحذاك والتحت تحت الكلام تقفيه، خير في حد يجرب الناس يعود نبيه. أنا قلت يعود نبيه ثلبت لها ويعود وجهه. أنت عندك صفتين هون يا الله تمتم تقيد بهم اثنتين نبيه ووجهه. قعدت قافك والناس في الحق أشكال وجناس وخيرها بعد إلا نبيه. خليت الوجه ما ضفت له خيارها. فاهم قبيل تم اللي عم تقيد بذيك الرواية اللي جبت قبيل تم تقيد بها. إلين وصيتنا عنا نعودوا نبيهين ونعودوا وجهين. يلا ملي تقولنا عن شبه الناس لا النبي والوجه. هاك فهمتوا؟ هاك تودعت انت للمضمون اللي هامك تقول. كيف قلت لك ظلمت راسك بالراوي اللي قس، حتى ملي لين جيت للقاف عدلت نفس الحالة. سبحان الله العظيم عدلت سكون ميت سكون حي. الناس للي يفهون السكون ميت والسين سكون حي. نفس الشيء عدلته، وهذا ما هو زين في البيت الكبير. عندك شكار بغناه ويدور مزاه جولاك يا رسول خازيه الرب
ولا شتك حد جولك بغناه يا خيار العجام وخيار العرب. بخلاقتك عم النور الاكوان وتباشر تبيك الاكوان بالوان كواكب نجوم اشجار حيوان وبحور وانهار وحجار وكرب. زين في البيت الكبير هيه حد يعقد شوي يعود مولاه يعود حرش شوي زين فيه بي اللي هو بيت ملحمي وما هم البتوته هذه اللي بارده وبيت ملحمي هذه زين فيه حد يحرشه. واذا بعد اللي قلت انت زين وملس ومضمونه 100% والله قاع 200% يعني الناس اليوم منين شوي تحل العين فيها تلحق ذلذين منها الحق ذقفاك والباقي ماشي بين لحفه واللي معاك منين تتصور عين سوا بغلاك ذاك وذاك دورت براوي بالشك ذاك. وشاكرك جزيل الشكر وعلى ذي الثقه وعلى هذه الطلعه ومتمني لك التوفيق. شكرا للمتسابق الخامس الليله معانا السالك والمحمد المختار وللفزاز. وادعو المتسابق السادس سيد المختار والمحمد عبد الله والمنا. سيد المختار والمحمد عبد الله والمنا. واذكر بجوائز الاديب الجائزه الاولى مبلغ 500,000 وقيه، الجائزه الثانيه مبلغ 300,000 وقيه، والجائزه الثالثه مبلغ 200,000 وقيه. المتسابق السادس سيد المختار والمحمد عبد الله والمنا والمنا. سيد المختار والمحمد عبد الله والمنا. المتسابق السادس في الحلقة الثانية من الدور الأول من برنامج لذيذ سيد المختار والمحمد عبد الله والمنا. سيد المختار ياك لباس؟ ما شاء الله تبارك الله. تعرف براسك؟ الاسم سيد المختار والمحمد عبد الله والمنا، من مواليد بوتليميت ومشارك في مسابقة لذيذ في النسخة الثانية، راغب في النقد البناء ومعرفة المتسابقين التعرف عليهم، وراني محيي الناقد والأديب محمد الأمين الأحمد دية، محيي أيضا الحضور كاملين، محيي المشاهدين أيضا. بالنسبة للمشاركة تقول في الفخر، تقول كابر في أهل الخير ونختير لا حد كبر في أهل الخير، كابر في أهل الخير ونختير لا حد كبر في أهل الخير، وتخمامي ما هو شور الغير، تخمامي تخمام رقاش ومغني ومغني وجماعة بوسير، ماني وياهم قاع تاش وتاش على العمايم لايح، العمايم حق عليهم تاش، وهذا ما يحتاج ولا يحتاج نقول انه ما يحتاج. حياك الله سيد مختار والمنا، شكرا على الثقة والملاحظة بعد الأولى اللي نقول لك عن الفخر، حد لا يحكيه يعود قادر، لكن لا يقول يقولوا بصوت جاي من الأعماق. أنا بعد قام من باب الحضور المسرحي، أنت قد طلع من الغنى شكلا ومضمونا، غير بالنسبة لي ظلمتها من حيث إلقاء الغرض اللي قبلت درته في غرض الفخر، ويلا يلا تصدح بصوتك الفوق. ذيك هي ملاحظتي، كانت شكلية. نعرف ملي عن المسابقات هذه المباشرة، عندها ملي عندها زادية عندها الضغط وعندها ذيك الأمور ذيك هي قد يعود مساهم في ذاك. كابر فهل الخير ونختير لا حد كبر فهل الخير. هاك زين. تخمامي ما هو شور الغير، تخمامي تخمام رقاج. الدنيا دي رقاج، دي رقاج ما هي مفرد الغير. الغير رواقش كامل، الغير دي رقاج ما هو ملوك الغير. ومغني وجماعة بوستير ماني وياهم قاع. انتاج. وتاج على العمايم لايح. العمايم حق عليهم تاج. وهذا ما يحتاج. ولا يحتاج نقول انه ما يحتاج. هاي طلعة ظلمت بالحكاية، عليها لك مرة أخرى. واحد عنك بيك روغان تعود رقاج، خسرت لزوم تاج جبتها ذيت مرات، وكنت تقدر لا تجيبها مولي المرة الرابعة،
غير بك ياك تعود تخمامك تخمام رجاج خاصه تاك لزوم لزوم الزين. انت جبت ماني وياهم قاع انتاج العمايم حق عليهم تاج نقول انه ما يحتاج ظاهر ما شاء الله ياسر من عرض ما شاء الله العضلات في مهاره ما شاء الله والخبره في هذا المجال. شاعر عجب زاد لوحه تعرف المخالق عنه والله ما يلوحه ببهاري لخنيق لا يلقاين انتظرك. ملاحظتي واحده هي هذا ما يحتاج قلت هذا ما يحتاج يلا تقول ما يحتاج تواعد بي ما يحتاج قول مثلا ما يحتاج عنه ينقال غير كنت يلا تقول تجيب ذاك هذا ما يحتاجش ما يحتاج قول انا فاهم مع الناس بكثرة استخدام هذه من العيادة تقول ما يحتاج وتسكت قاع تسكت بهذاك المذكور سابق يقول لك هذا ما يحتاج فاهم ذاك من اللي ناعر عليك غير بعد زين فيها يجيب ذاك توضح لك هذا ما يحتاج مثلا نقول فاهم ما نحتاج نقوله هذا ما يحتاج ولا يحتاج نقول فيه لزوم فيه شكل زين حتى ما شاء الله فيه نختير اير الخير الغير بوسير فيه انت قاعد كبرته شوي من تعطيه لجماعه عدته بوسير وكان بوسوير قاع غير كبرته لهم انت شوي لايح عدلت مولي لايح جبت ذاك الفلاق زين ذم ياسر من المحسنات البديعيه في هاي الطلعه ياسر ما شاء الله وانت مغني وانت محكي في الفخر الفوق ياك يعود ذاك حق ومتمني لك توفيق. شكرا للمتسابق سيدي المختار والمحمد عبد الله والمنة كان هو المتسابق السادس معنا الليله في ذي الحلقه ولاه يتفضل المتسابق السابع محمد ولا المصطفى والميساء. محمد ولا المصطفى والميساء هو المتسابق السابع معنا الليله في الحلقه الثانيه من برنامج لديب في الدور الاول. محمد ولا المصطفى والميساء مرحبا بك محمد. شحالك ياك لباس؟ ما شاء الله ما سيني لباس. تفضل. اهلا وسهلا. تعرف براسك؟ الاسم محمد المصطفى الموسى. من مواليد 1996. في مدينة ماليبو. عباد كابر وراب قبائل الله كانكوصا. تحية أولا لأديب الناقد الحمدية. وتحية للجمهور. تحية كذلك لكانكوصا. بالنسبة للمشاركة أول مشاركة لي في مسابقة وحقيقة ملي اللي زيان عندي بعد برنامج جدي بالله هو ناقد يعني ما الشفافية فيه شفت فيه لكن من الأدل كان شفت فيه طلع تقول معروف عن جمعيتنا مقصود من هلامتنا من دون كره لا فتنة الشافية سوى شن هي ورحيم ضياف اخوتنا بن شائهي اخيريه يا الله حقق مناها بجا خير البريه وفذاك كثر ما اعطاها وتؤود اوني للحيه من يوم نشأت معروفه بأمال زينه ما توفى في الناس كي مشوفه مضمون منها ترقيه وتؤود مده موصوفه للخير حقه مبنيه فياك تبقى مكروفه ايد خاسر مطويه يا الله حقق مناها بجا خير البريه وفذاك كثر ما اعطاها وتؤود اوني للحيه. تفضل استاذ. حياك الله المصطفى محمد والمصطفى والميسى شاكرك حتى على الثقه اللي انا قاعد ان شاء الله لاحظها من خلال متابعتك على الفيسبوك وقارب لي غادي نقول لك اللي قلت لسيدي محمد محفوظ قبيله بقفه انا قارب لي هذيك الثقه ولا كنت قد نطلع مولاها نطلعوا. غير هنا طبيعة السباق اللي المتسابق هو اللي طلع راسه والله هو من اللي طيحه غير قاع ما طايح حد في النهاية بين الناس المهم من ذا الاستفادة وذيك إن شاء الله الدور اللي راجل عنه لا تخرج ومن خلالك محيي المواليبو اللي خلاقه فيهم والكونكورس اللي رابي فيهم
معروف عن جمعيتنا مقصود منها لامتنا من دون كره لافتنا ينشاف تنشاف تنشاف يسوى شنهية ورحيم ضعاف ورحيم ضعفه والله ضعاف ضعاف أخوتنا أخوتنا عموما من حيث الوزن ما شفت شيء رحيم ضعاف أخوتنا بنشياء هي أخيرية الله حقق مناها ما شفت شكله في تعود عون للحية ما شفت شكله في الوزن قد مريميدة لأنك بعد لا متخلط مع مريميدة لأنك ما عندك مشكلة عروضية وذيك شكرة وإذا كامل وذي الأمور اللي تنقبض بتفاويت تحدى أولا عاتنا على البت راهو يبقى تجنيح الخيال والقريحة عنها تمشي تلود الصور وتلود ذاك ذيك مرحلة أخرى غير يبدأ بعد حد عنه يسيطر على البت ويجيبه بصيفته ما فيه ما فيه ضلاع ولا فيه ضي ولا فيه ما وإذا قطع عنا كامل حاولت عنك لا تعتنى به الله اللي عنها كلمة لا إشادة بجماعة أنا قاعد جمعية ونشاك عن الله جماعة نقد جماعة وتو جماعتنا تدعي عنك مثلا واضح من المضمون عنك زين عندك اللي قامت به ذيك ذاك لم الشمل وذاك سلاح ذات البين وذيك الأمور كامل نبيلة ذيك القيم الفاضلة صحيح. غير خالق جانب أدبي مهم في الغنى هو حد يحاول عنه ما يعود ما تعود الطلعة نشرة أخبار ثم فرق بين نشرة الأخبار مثلاً رجاج لا يطري الناس طري عليها مردة وبين لدب لدب زين ذي عود فيهم صور فاهم عود فيهم صور بديعة عود ذاك ما يخسر شيء أنا الله اللي عنك الليلة مشكلتك لا عنك اللي شبت وازن وفيه المعنى غير مشكلتك لا عنك في مجموعة فيها المغني مجموعة فيها المغني وذاك قد ذاك قد يضايق عليك شوي وشاكرك بعد على عتنتك على مريميدة شاكرك على أخلاقك طيبة ونتمنى لك التوفيق وتحية شكرا للمتسابق السابع محمد ولا المصطفى ولا ميسى مشاهدي الكرام وصلنا للوصلة المديحية الثانية الليلة معانا نقول انك صفوت العباد والله عنك سيد للسياد والله عنك جيد للجواد والله عنك باب القبول والله عنك عين التمجاد والله عنك تاج المقول نقول انك معلوم الساس وصلحت نقول انك العقول نقول انك شفيع الناس يرسول شلاهي قاع نقول الوقفة المديحية الثانية الليلة معانا من بعدها نرجع لكم ونواصلوا مع المتسابقين حسي
شكرا للفرقة المديحية اللي حاضرة طيلة هذه البرنامج برئاسة المداح الشيخ والتقرع. وأعود إلى السباق وآخر فوج من المتسابقين الليلة في الحلقة الثانية من الدور الأول، وأدعو المتسابق سيد عمر والتار. المتسابق سيد عمر والتار. سيد عمر ياك لباس؟ مرحبا ان شاء الله. في تعرف براسك؟ الاسم سيد عمر الاتار، مواليد ولايه تقانس. فيما يخص المشاركات، قط شاركت في بدا عجيل ديك الساعه، قط شاركت في رديب مولي عام الاول، مشارك في هضر. والمشاركه تقول الفويله فقدي بها عاد كل نهار وليلين زاد. الفيلة فقدي بها عاد كل نهار وليلين زاد،
والبربوشية هي زاد ونقرم الليل مع بالغرش سهب العرش اللي بالتفقاد كل نهار يدلوا لي عرش وعن خاطي عاد وعيني عمي وذني عاد وطرش الفويلة والبربوشية ونقرم الليل وسهب العرش. شكرا. حياك الله سيد عمار. حياكم الله. دعمت سيد عمار فارس وفرسان مسابقات الدبلية تميز لا بصمتك اللي عرفتنا عليها وعرفت لي المشاهدين حتى المشاهدين اللي قايلك راني ماني قايل وانا شخصيا نتكلموا عن المشاهدين عرفوك من خلال ان شاء الله خبرتك ومهارتك اولا في المعجم الحساني بعد قاع عندك ترى رصيد وذاك راه والكم ربح رجاج عنده رصيد في المعجم الحساني اللي عنده شيء راه صايب قال وزن وتبقى ذيك الامور الاخرى غير بعد حد عنده رصيد الفويله فقدي بيها عاد كل نهار وليله ينزال والبربوشيه هي زاد ونقرم الليل مع بالغرش سهب العرش سهب العرش اللي بالتفقاد كل نهار يدلولي عرش لزوم منقطع لزوم بديع وعن خاطي عادوا عينيه عمي زين عندي حضورك اذا قلت عينيه قلت عمي وذنية طرش وعن خاطي عادوا عينية عم وذنية عادوا طرش الفيلة والبربوشية ونقرم الليل وسهب العرش طلع مقلل لهماها وطلع بديعة طلع طللية أكبر منك بالسن غير مدليا لك عرش الله ثنين لزوم واضح غرش عرش طرش عرش واضح عن ملاهم إن شاء الله واعد مسابقة وفهم فرق بين المتسابق يعرف عن واعد مسابقة ورافد العوين معاه ومتسابق عنده شيء من المجاد والله شيء من هحات في فيسبوك وجاي بيهم هم وإفراضهم في المسابقة هذا الشتان ما بينهم حد جاي يجيب عوينه معاه جيب عوينه في لدب جيب عوينه في شي بديع ما كيف قلت لكم قبيل ما خالق حد ما اصحابه يختاروا يطلع واهله يختاروا يطلع يسو ما يعرف شي قاع يختاروا يطلع غير المسابقات عندهم كراهاتهم هذه طلع من الغنى ولاني زايد عليك على من الغنى ومتمني لك التوفيق شكرا للمتسابق سيد عمر والتار وادعو المتسابق عبد الله ولا احمد محمد سالم المتسابق التاسع الليله معنا في الحلقه الثانيه من الدور الاول من برنامج الاديب عبد الله ولا احمد ومحمد سالم واذكر مشاهدي الكرام ان نتائج الحلقه الماضيه لا نعرضهم ان شاء الله تعالى في نهايه في الحلقه ولله يتاهلوا معنا سته منهم يغادروا للاسف اربعه متمني لهم التوفيق المتسابق عبد الله ولا احمد ومحمد سالم جوائز برنامج الاديب هي الجائزه الاولى 500 الف وقيه والجائزة الثانية 300 ألف وقية والجائزة الثالثة مبلغ 200 ألف وقية وأدعو المتسابق التاسع الليلة معانا عبد الله والأحمد والمحمد سالم عبد الله المرحبا السلام عليكم مرحبا حبيبي لباس مرحبا وسهلا بخير الحمد لله راني مقدم تحية للناقد محمد الأمين الأحمدية ومقدم تحية للجمهور والمشاهدين وتحية مولي لك انت وهذه المسابقة شفت وعجبتني حتى دي زمان متابع كنت متابع قاعد بدا على جيب شفت مولي لدي هو اللي قاعد عزيم من برنامج مولي لو خرف شيء واخترت اشارك معاه وتوف وسابق المشاركة اللي نحكي هون طلع بيه رقاه فصلا والمعلق يقول يا رب فيك مانا واحنا والمال مانا ومانا فيك مانا والبنا فيك ومانا ومعنا فيك أصحابنا وأقاربنا وأحبابنا واللي من لما هابنا واللي بخير اسمانا ومعنا فيك ترابنا ومعنا فيك اسمانا ومعنا فيك فريفنا وفي دشرتنا ومصيفنا ومعنا فيك خريفنا وتفسكينا وشتانا ومعنا فيك ضعيفنا ومعنا فيك أقوانا يا رب اللي تصريفنا في يديك وفيك أمانا واللي دار تواليفنا واللي من حد بغانا يا رب فيك وقاف إشادة للبرنامج بعض قائمنا عليه يقول برنامج بعد ليلة حق
لديب بلا تكذيب فيه عظم ناقد حق حق تقديمه فيه هديبة. المشاركة تقول إيش فيني وقت إني هلانا متعني بيك وحاسن ظني ماني كيف تشقاع وانت تعرف عني مش شيخ لع مرتاع ولا نحمل من العذاب قد ظفري الشفاع ولا نحمل من الأطباب ما هو طب لياع. حياك الله سيد مختار. عفوا عبد الله احمد والمحمد سالم الملقب النابغة. انا قاعد نعرف لك هذا الاسم في فيسبوك. مرحبا ومتابعك بعد زين عندي ان شاء الله سماتك الادبيه واخلاقك. شكرا. انا نتابع دائما الاخلاق الاغنى وحده ما نتابعه تابع لها الاخلاق. زين عندي فيك بعد عنك حكيت طلعت تطلع القاف اياك اياك تنعر علينا عنك بعد فرزك ما هو كذا عنا بعد لين فرزناك وعدت في السباق معناها انك اللي عندك ليش. شاكرك على الثقه وشاكرك مني على الكشوه اللي حضرت فيه مقدمه واجهت البرنامج في هذه النسخه زميل الاعلامي ايه شاكرك هذه بالنيابه عنها. طلعة اقرب وصف لها عنها طلعة زوينة والبيضة ولاسر اخبارها. شكرا. وبتها ماشي مع اللي قعدت عليه اللي هو اللي بتيت الناقص. ايش فيني وقت اني هذا انا متعني بيك وحاسن ظني ماني كيف تشقاع زين اللي ماني كيف تشقاع انت تعرف عني مش يخلع مرتاع ولا نحمد من العذاب قد الظفر الشفاع ولا نحمد من الاطباب ما هو طب التلياع. شفت هو هي الطرافه ذم فوائد الطرافه الطرافه تسهيك عيات تشيلك عن شيء يلا تحل فيه العين. شفت لان نقول لك اللي قلت المتسابق قبيل شفت طلعه من الغناء الطلعة اللي طلعت بها القاف من الغنى يقير 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 كيف ذيك اللي قلت لها قبيل قلت لكم قبيل باطل كل مقام مقال تهون ظاهرة الطلعة توسل الله سبحانه وتعالى ظاهرتها لأنك أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى ما تخاطب مغزل عليه تخاطب الله سبحانه وتعالى إيش فيني وقت إني هذا أنا متعني بيك وحاسن ظني معني كيف تشقاع وانت تعرف عني مش يخلع مرتاع ولا نحمل من العذاب قد الظهر الشفاء. هذه المقعد الاخرى مختار كتب ذا النوع تم تتحشاها مستقبلا في الغزل في التوسل والله بالتوحيد فاهم؟ شكرا. زين في الغزل شفت انه عارف من خروجه هذا زين اللي نعود في الغزل ملاه يمشي على عرض وطول في الطرافه وفي الفكاهه لان دقيقه عقيبه الليل يسوي العناقه وجميل قلت اني ما نعرف سبيل ولد بالمان وعد والله ما نعرف شفت قبيل ما نتبسم ولده. مثلا الاخير بعد الطلعه غنى ان شاء الله دبيقه وزينه وانا بعد شاكرك عليها ومتمني لك التوفيق. مرحبا بك. شكرا للمتسابق عبد الله والاحمد والمحمد سالم. وادعو اخر فرسان حلقه الليله المتسابق يونس والاحمد كوري. المتسابق الليله الاخير من فرسان للحلقه هو المتسابق يونس والاحمد كوري. اذكر بجوائز الاديب في الجائزه الاولى مبلغ 500 الف فوقيه والجائزه الثانيه مبلغ 300 الف فوقيه والجائزه الثالثه مبلغ 200 الف فوقيه. وأذكر كذلك بنتائج الحلقة الماضية اللي إن شاء الله نعلن عنها في نهاية في الحلقة واللي تأهلوا فيها 6 متسابقين من العشراية الماضية في الحلقة الأولى من ذا الدور. أدعو المتسابق آخر فرسان هذه الحلقة يونس والأحمد دكوري. يونس والأحمد دكوري. يونس شحالك ياك لباس؟ تبارك الله. تعرف براسك؟ يونس والأحمد دكوري مواليد 2001 راس انطباع عن برنامج الأديب اللي انطباع عنه السنة الماضية وانطباع عنه اللي انطباع عن ناقد
الناقد قلت فيه كيف تنقد هكذاك يقين ما نعرف منين حقي ولا نعرف شو يكون وش زين كيف موزونك هكو هون والله ما نعرف منين والله ما نعرف شو يكون. شكرا لك ما نقدر ننتقد. تفضل الناقد الاستاذ موزونك مضمون ومضمون ياكو حال زين. تفضل ياكو حال زين النقد وياكو حال زين موزون. مشاركة نص المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. نورك يا الرسول بادي به الكون وكان زادي حاني ذاك وبيك عادي لين جيت الكون الكون بالنور هادي قمت المول العام وقمت بذاك اللي تقادي بين الخلق وكون مضحك فيها اللي نغني في الحق ومن نون عد الهمي ما اشطن بيك النور الكون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا جزيلا لك على هذه الثقة وعلى هذه الثقة الأخرى وشاكرك مجد على هذه الطلعة البديعة اللي انت قال لك الطلعه اللي قلت طلعت لي شاد الاول قال لي طلعه لسان واحد. نورك طلعه في المديح النبوي في صغير فيها ياسر من المحسنات. نورك يا رسول بادي به الكون وكان زادي حاني ذاك زين ذاك الفلاق وبيك عادي لين جيت الكون الكون وبالنور هادي قمت دمول العون وقمت بذاك اللي تقادي بين الخلق وكون مضحك فيها اللي نغني في الحق ومن نون عد الهم ما اشطني بيك النور الكون. اسكيك هاي العتنة ما شاء الله على الصغير عاتنا على الصغير وعاتنا بتبارك الله على المديح ولاني مكثر الكلام خير الكلام ما قل. هنيئا لك شكرا جزيلا. أحمد دية وشكرا لآخر متسابقي هذه الليلة يونس والأحمد الكوري. والآن مشاهدي الكرام إلى الفقرة قبل الأخيرة ضمن فقرات هذا البرنامج اللي هي فقرة أديب في الذاكرة اللي سلطوا فيها الضوء على جوانب عديدة من حياة أدباء كبار غيبهم الإعلام وبقى إنتاجهم الأدبي حاضر وخالد دائما. الأديب الليلة هو الأديب والفارس والفتاة مختاري والسيدي عالي صاحب الطلعة المشهورة اللي قافها قاعد عند النختير لنوبة مش يباح وخسر همية غير لا عجلة قبل الصلاح. لها نتعرفوا على الأديب مختاري والسيدي عالي من خلال الورقة التالية اللي أعدها الأديب والناقد محمد الأمين والأحمد دية ونرجع لكم. في أقصى الشرق الموريتاني وبين مرابع كسر البركة التابعة لمقاطعة جيغني وتحديدا في منحر الوادي الوديع وعند مرتفع تانجوغيت البديع سنة 390,000 ولد الفارس الأمير والأديب النحرير سيد المختار الملقب مختاري والوجرة والذهبي والسيدي عالي. تغرب مختاري عن أهله مبكرا لينهل من محضرة العلامة دادي والإمام ومكث فيها حتى بلغ سن البلوغ. عندها قرر شيخ الحوض أحمد دول محمد محمود اصطحاب الفتى اليانع مختاري إلى أهله لقيادة مجموعته انبيطات التي كانت حينها تنتظر بلوغ فارسها المغوار وأديبها الفذ وفتاها الفخر الذي أكمل جميع فنون الفتوة والفروسية والقيادة. فكان رحمه الله فارسا شجاعا وأديبا لبيبا وشيخا مطاعا. تسلم الفتى الشاب مشيخة مجموعته وجمع الله له بين الدنيا والآخرة فكان بالإضافة إلى حسن قيادته وهيبة كاريزميته سيبويه دهره وسحنون عصره وعنترة دهره وفتى قطره ومصره. كان مولعا بمجالس الأدب والفتوة أديبا حصيفا طرق معظم الأغراض الأدبية ومن أشهر غزلياته قاعد عند النختير لنوبة مشي باح وخسر همي يا غير لا عجلة قبل الصلاح. العجل والتقلاب ما هم عندي الصواب قد لي وخذ مصاب حد الله ولا صاح تقلابي والجواب ما هو عندي تكساح والعندي من الحجاب عوداني الفتاح قاعد عند النختير لنوبة مشي باح وخسر همي يا غير لا عجلة قبل الصلاح. ومن بديعي ورقيقي غزله كذلك لحق يحمد للواحلة في القلب ولاصق فيها عني ما نطرح راحلة عند أهلي
لننجيها. ومنه كذلك في جابه الشهير الذي استعار فيه عن طلحاية الإمام بشخص الذي لا يقف مصل أمامه. أرحل العن مان لود ونزل في فام خيامه طلحاية للما يعود في الصلاة وشي قدامه. برع مختاري في غرض البكاء على الأطلال الذي هو في معظمه مدعاة للتوحيد، من ذلك طلليته الشهيرة سبحانك يا مالك الأكوان، وقت إن الدهر اليوم يبان ما هو كيف الدهر اللي كان ومبعد منه، غير بعيد خلط اليوم من انقنتان وعطاني درس من التوحيد. نعرف نوبة صدر نقعان والرتعة والحرث تواحيد، جيت الحكت صدر عدان تقديهم ذي الناس بلا قيد، وبل الرتعة عادي درقان وبلد الحريذة عادم السيد، والفرقان وركل الحيوان والناس اللي منها مفيد، والتلاوة وبلد لذان والتدريس وبل التجديد، وقرايه الأحزاب والأذمان ما تمرق وذناك بالتجويد، والتخفيف يجي زاد أحيان، والتشديد بل التشديد، وانواع النحو يجيك قران نعت وحال وارف وتوكيد، هذا عاد بل مرحام ما فيهم تهمة لذر جديد. وعقب هذا كيف المكان يا الدار اللي قبلت الغريد، وما دار علينا الافطار الاثنين، وهي دار العيد ماني سامي هذيك الدار، خوفي يجي فيا قاع حديد. قط جبرت في نص التنزيد بانك متاعك ذاك قليل يا الدنيا، وانك فيك الويل ما عندك شي محكوم بليد، هذا واضح عنده دليل حاج لك هارون الرشيد، والملوك اللي قد الفيل غريتيهم الصناديد، واهل الفقه الفهم خليل، والشروح الفهم الشديد، والفقير المال قليل واللي ماله ياسر وجديد، وفقراش اللي فارس خيل، والناس اللي باط تلاميذ، واهل النوازل والتسهيل والتقليد وقوم التوحيد، الجميع تغري في الليل وتغري ماها بشي مفيد، وتغري في الصبح والمقيل، وغر ان احنا قاع بعيد. ومن روائعه في النقد الاجتماعي الذي يستعرض فيه تقلب الدهر وحربائية البشر، هذه الدنيا تحتاج عادة زاد العلاج والداوي للتجلاج عن الأخوت والأحباب، به العادة لقاج يتقلب دون أسباب، وعدك باثنين انتاج كانوا قرنا واصحاب، ما تعلم زاد تشوف واحد منهم منصاب متقلب ما معروف موجب ذاك التقلاب. وفي شهر اكتوبر من العام 2020 ترجل الفتى الفارس إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى في مقبرة الرياض بالعاصمة نواكشوط، وبرحيله انهدت أركان الفتوة وفقدت الساحة الأدبية أحد أبرز أعلامها. رحم الله الفارس القائد والفتى الرائد مختاري والسيد علي، وبارك في عقبه إلى يوم الدين. رحم الله الفتى والأديب الراحل مختاري والسيد عالي، ونشكر منتج برنامج الأديب على هذه الورقة الشاملة التي أوفت واستوفت الأديب حقه. مشاهدينا مشاهدي قناة المدينة، نصل إلى الفقرة الأخيرة ضمن هذه الحلقة، وهي فقرة جمهور الأديب اللي لاهي نعرف من خلالها انطباع الجمهور حول هذه الحلقة وطبيعة التنافس. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نتكلم مع عبد الرحمن محمد بدري، متسابق سابق في مسابقة الأديب هذه، وانطباع عن المسابقة اللي انطباع عنها كنت. هذه المسابقة شفافة، هذا أحد متسابقين في النسخة الماضية، ولين غادرت قلت في حق الناقد هاي الطلعة اللي نحكي لكم إن شاء الله. قلت النقد اليوم وذا معلوم قامت لقوم تقد تقوم لنقاد من خيار القوم اللي في الساحة مجتمعة، نختار ذيك القوم اليوم تصيب من النقد الطمعة، والنقد وفطاه القيوم اللي معطاه بلا رجعة للناقد الأمين اللي عين النقاد ووحد ومعة، ذاك شبه من النقاد اثنين وشبه من النقاد أربعة. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. الاسم العربي والباهي، أنا ماني من المتسابقين في البرنامج اللي أصقوطي لي، يقير برنامج عاجبني الحقيقة، وفي ياسر من الفائدة للمتسابقين، حتى نحن اللي ما لنا متسابقين اللي لا جمهورهم اللي برنامج زين عندنا وناجح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. متكلم الحسين أحمد. برنامج الأديب زين النسخة الماضية،
ونسخة اللي حالا مولي الله ما هي فاشل لكن صاحبتها اللي سبيتها ولما زال شيء راس عامل بالنقد وبذاك كامل والتقديم والحلقة الماضية زين وذي اللي حالا مولي دور تعود الله شباب ذاك اللي قاعد يدور عود وطاح لكم. شكرا للجمهور الحاضر معنا الليلة وضعت لي نبقى ومعنا التاج الحلقة الأولى من الدور الأول في هذا البرنامج. المتسابق عبد الرحمن والمحمد لك حل الحضور المسرحي 10 من 10، سلامة المضمون 28 من 30، سلامة الشكل 18 من 20، والنتيجة النهائية 56 من 60. المتسابق محمد شي والمادة والبشير الحضور المسرحي 10، سلامة المضمون 27، سلامة الشكل 18، النتيجة النهائية 55. عبد الله محمد يسلم والصبار الحضور المسرحي 10، وسلامة المضمون 26 من 30، سلامة الشكل 18 من 20، والنتيجة النهائية 54 من 60. عبد الله محمد حيد محمد لمين المتسابق الرابع الحضور المسرحي 10، وسلامة المضمون 25 من 30، وسلامة الشكل 18، والنتيجة النهائية 53 من 60. المتسابق الخامس محمد لمين والميدف الحضور المسرحي 10، سلامة المضمون 24، سلامة الشكل 18، والنتيجة النهائية 52 من 60. بول العباس الحضور المسرحي 10، سلامة المضمون 22، سلامة الشكل 17، والنتيجة النهائية 49. الشيخ الولي واللي محمد عبد الرحمن أن الحضور المسرحي 10، سلامة المضمون 20، وسلامة الشكل 18، والنتيجة النهائية 48. المتسابق محمد لمين واللي أحمد محمود الحاج الحضور المسرحي 10، سلامة المضمون 19، سلامة الشكل 18، والنتيجة النهائية 47. إبراهيم محمد الأفضل والصيام من الحضور المسرحي 10، سلامة المضمون 19، سلامة الشكل 17، والنتيجة النهائية 46. محمد سيدي الحضور المسرحي 10، سلامة المضمون 18، وسلامة الشكل 17، النتيجة النهائية 45 من 60. إذن مشاهدي الكرام تأهلوا معنا ست متسابقين هم اللي حصلوا على أعلى الدرجات المتسابق عبد الرحمن والمحمد لكحل ومحمد شي والمادة والبشير عبد الله محمد يسلم والصبار حيد محمد لمين ومحمد لمين الميدف وأبا والعباس ومتمنين الأربعة الأخرين التوفيق. تفضلوا الأستاذ. ختم. إذا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة المدينة في نهاية هذه الحلقة من برنامج الأديب أشكر باسمكم منتج البرنامج محمد لمين والأحمد دية وأشكر المتسابقين والحضور الذي حضر معنا هذه الليلة وأشكر الزملاء هنا في القناة وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة تقبل الله منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال دمتم في خير.